وللحديث أكثر حول المشهد أو عن المشهد السوري معنا من غازي أنتاب المحلل العسكري والسياسي السوري السيد أديب العلاوي. أهلا بك سيد أديب. بداية، الخارجية الإيرانية قالت أو ذكرت إن قوات بلادها لن تنسحب من سوريا بذريعة أن تواجدها هناك شرعيا. من أي باب هذا الوجود الشرعي الإيراني في سوريا؟ نعم، تحية لكم، تحية لمشاهديكم الكرام. يعني حقيقة ما تقوله يعني المسؤولين الإيرانيين يقودونه حقيقة عارية عن الصحة. الشرعية الحقيقية إذا أردنا أن نقول أنها شرعية والتنسيق مع حكومة النظام هي كانت مع القوات الروسية فقط، وبالتالي حتى روسيا ألمحت إلى ذلك، وعندما قال الرئيس بوتين بأن يعني يجب إخراج كل القوات من داخل السوري وبما فيها ميليشيات حزب الله وبما فيها الميليشيات الإيرانية، وهذا ما استاءت منه أصلا القيادة الإيرانية من هذه التصريحات الروسية. ولذلك أنا أقول أن وجود الميليشيات الإيرانية على يعني الأرض السورية هو وجود غير شرعي، وهي جاءت كما تدعي لحماية المقدسات وحماية المراقد المقدسة كما هي تدعي. وأعتقد أن تصريحاته لذلك عارية عن الصح. هذا التصريح الإيراني جاء بعد الشروط الأمريكية وكذلك كلام حديث روسيا عن ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا. كيف سينعكس على الواقع؟ يعني إن خرجت إيران ما الذي سيتغير في المشهد؟ الحقيقة إذا ما خرجت القوات الإيرانية من يعني سيتغير المشهد كثيرا. أولا بالنسبة للنظام يعني سيشعر بـ 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 يعني حقيقة بوضع لا يحسد عليه. النظام كان على يعني شفا حفرة وكان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار في الكثير من اللحظات. القوات الميليشيات الإيرانية وعددها أكثر من 66 فصيل كانت داخل سوريا، وعددها حوالي 80,000 في بعض التقديرات داخل الأراضي السورية، هي من استندت النظام، وهذا تفرح به الكثير من المسؤولين، إن كان مسؤولين حزب الله وإن كان مسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى الذين قالوا بأنهم هم الذين يعني استطاعوا ان يعني يوقفوا انهيار النظام الذي كان كبيرا جدا في فترات خاصه. يعني السيد اديب اذا سمحت لي بس اتناقش مع حضرتك بنقطه. العصابات الموجوده في الميليشيات الموجوده ان كانت ايرانيه او جاءت من العراق الموجوده في سوريا قابلتها كذلك فصائل المعارضه وهي مجموعات مسلحه ايضا، ولكن الكفة مالت للنظام بالدعم الروسي، أصحاب السلاح الثقيل، الطيران، القنابل وما إلى ذلك. يعني بخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا، إن افترضنا أنها ستخرج بالقريب، ألا تكفي روسيا لحماية نظام الأسد والإبقاء عليه قدر المستطاع؟ للأسف الشديد الآن تستطيع القوات الروسية حماية يعني نظام بشار الأسد، وخاصة بعد أن قسمت سوريا الى يعني اربع جبهات، عندما قال عندما حقيقه يعني اخترعت وصنعت لنا ما سمته مناطق خفض التصعيد، وهي الحقيقه هي ارهاصات للتقسيم. ودعني اقول ان مناطق خفض التصعيد هي الخطه ب لتقسيم سوريا. يعني هناك خطه الف لدى الحقيقه روسيا، وهناك خطه ب. الخطه ب هي يعني الان التي تستخدمها روسيا، وهي خطة مناطق خفض التصعيد، وتحاول من خلالها روسيا الحقيقة توزيع الثغر بين الشمال والجنوب، واستطاعت من خلالها. الآن لم تعد بحاجة روسيا، روسيا كانت بحاجة إلى الأظافر الإيرانية الموجودة، وهي الميليشيات الموجودة على الأرض، وهي قوات برية متواجدة على الأراضي السورية. لذلك أقول أن الآن هناك حرب ناعمة بين روسيا وبين إيران لم تطفو على السطح كما يجب، لأن لن تعد الحقيقة روسيا بحاجة إلى هذه القوات البرية، وخاصة بعد توزيع يعني الثوار على. هل يمكن وصف هذا القرار الروسي أو هذا الحديث الروسي المؤخر عن خروج القوات الأجنبية، وربما كان هذا التلميح يدل إلى إيران أو يشير إلى إيران، هل يمكن القول بأن روسيا تأثرت بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ومحاولة فرض العقوبات من جديد على إيران وحاولت محاولة تحجيمها في المنطقة؟ انا يعني اعتقد ان يعني الولايات المتحده الامريكيه تحاول جاهده
أن تدخل روسيا الحقيقة في يعني أن تدور روسيا في الفلك المخطط الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ضمن هذه الظروف المعطيات وانسحاب الولايات المتحدة من الملف النووي، الحقيقة الآن هناك يعني تلاج، أو دعني أقول المسارين، المسار الولايات المتحدة الأمريكية والمسار الروسي، يمكن أن نقول بأنهما الآن في حالة انسجام ضمن هذه المعطيات وهذه النقطة، وخاصة بالنسبة لإيران، لأن الحقيقة إيران الآن في وضع صعب، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن وضعت إيران بين فكين كماجة. الفك الأول هو الاتفاق النووي، والثاني هو الضغط للانسحاب من ليس فقط من سوريا، ولكن من لبنان ومن العراق وحتى من اليمن. وبالتالي أنا أقول هناك ضغوطات شديدة، وإيران وقعت بين فكين كماشة. هذا ما يناسب أيضا حتى السياسة الروسية التي يعني تكون فيها الحقيقة الآن حالة تنافسية، وكما قلنا هناك حرب ناعم ضد سوريا من أجل النفوذ ومن أجل المصالح. سيد أديب، على الرغم من كل ما قلناه، وعلى الرغم أن حضرتك ذكرت في بداية كلامك أن روسيا لم تعد بحاجة إلى إيران، ولكن فرنسا خرجت بتصريح قالت بأن الوضع الراهن في سوريا ليس من مصلحة روسيا. ما دلالات هذا التصريح؟ هل يمكن اعتبار أن التصريحات الفرنسية هي ضمن المحور الغربي المعادي لروسيا، المحور الذي يحاول أن يعني على الأقل بالتصريحات ونفسيا أن يهز من التواجد الروسي في سوريا؟ نعم، أعتقد أن التصريحات الفرنسية هي تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الولايات وأعتقد أن أوروبا بالنهاية سيعني بطريقة أو بأخرى ستكون ضمن المخطط الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن انسحاب الشركات الآن من روسيا يدل على أن أوروبا ستلحق في مشروع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن يعني لها غير ذلك. وأعتقد أن داخل سوريا هناك حالة تنافسية شديدة بين التواجد حتى الفرنسي الذي يعني بات مؤخرا أوضح مما قبل، أصبح الآن يعني هناك حالة تنافسية أيضا على مناطق النفوذ. ونحن نلاحظ أن يعني روسيا يعني أو فرنسا باتت قاب قوسين أو أدنى من بسط سلطتها على المناطق ما شرق الفرات كما نلاحظ. ولذلك هي أيضا يعني أصبحت الآن فرنسا تحاول أن يكون لها نفوذ أكبر من قبل. نعم، سيد أديب العلاوي المحلل العسكري والسياسي السوري، كنت معنا من مدينة غازي عنتاب التركية، شكرا جزيلا لك.